وقتها مقدمين طلبات انه يدفنون الساحه عن طريق منظمات، عن طريق عندنا الوزاره مقدمين منظمات يجونا. هذا مال رياح 10 متر، هذا 10 متر رياح وفوق شنو هذا؟ هذا عندنا مرسى زلزالي جول العفو قصل تصير بي اجهزه. هاي الأجهزة كلها مال الزلزال؟ اي نعم. هاي مكانها صحيح هنا؟ لا 3 أمتار تحت الأرض. هاي يعني لازم 3 أمتار تحت الأرض؟ تحت الأرض اي. هاي المكان الصحيح؟ اي. زين ليش حولتوها هنا؟ غرقت الساحة يعني بسبب غرق الساحة نقلتوها هنا؟ الناس هم موظفين منبئين جويين داخلين دورات داخل العراق وخارج العراق، يعني يعرفون بدورات الرصد والتنبؤ. عندنا ندخل هنا على ضمن مواقع عالمية. كم موظف؟ تقريبا ويا الرصد الزلزالي 29 موظف. قمنا بزياره الى دائره انواع جويه فرع الموصل للاطلاع على واقع حال الدائره، حيث لاحظنا بكثره هطول الامطار في مدينه الموصل تحديدا منطقه حي العربي وبيسان الجديد. لاحظنا انه الدائره تم غرق الدائره ودخول الماء الى بعض الاجهزه وبعض الغرف في دائره الانواع الجويه. نحن نوجه نداءنا لمدير مجاري نينوى والفرق الإنقاذ والدفاع المدني التوجه إلى دائرة الأنواع الجوية لإنقاذ دائرة الأنواع الجوية، لأن هناك بعض الخطورة قد تحدث في هذه الدائرة. هناك أجهزة الرصد وهناك بعض القابلوات والأجهزة الكهربائية في هذه الدائرة، لذا نكرر نداءنا بالتوجه إلى دائرة الأنواع الجوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأجهزة في هذه الدائرة المهمة. طبعا حسب تنبؤات دائرة الأنواع الجوية هناك بعض الأمطار سوف تهطل بعد ظهر اليوم. نحن نهيب أخوة من خلال منبركم الكريم، نهيب الأخوة المواطنين ابتعاد عن الأماكن المجاري أو أماكن تجمع المياه وابتعاد عن الأعمدة الأسلاك الكهربائية. قد تحدث أحيانا نتلات كهربائية ويكون يأخذون حيطة وحظر ويبتعدون عن الأماكن التي تتجمع فيها المياه، لأنه محتمل أكون هناك سيول قد تأتي من خارج المنطقة إلى منطقة الرشيدية وقوسيات وحي العربي وبيسان وحي الأندلس. هذه المناطق تعتبر منخفضة نسبيا، ولهذا نحن نوجه شكرنا وتقديرنا لجميع الأجهزة وجميع المؤسسات الخدمية الذين يقدمون خدمات لإنقاذ مواطنينا في محافظة نينوى. طبعا تعتبر دائرة الأنواع الجوية والموصل أحد الدوائر الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي تابعة إلى وزارة النقل. أما مجال عملنا هو الرصد الجوي السطحي، نستلم تقارير الجوية من قسم التنبؤ المركزي في بغداد الذي يعد النشرات والتقارير الجوية لعموم البلاد. أما الحالة الجوية المؤثرة على القطر وعلى محافظة نينوى وخاصة هو الطقس غائم مصاحب تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة. يعني اليوم إن شاء الله إلى الظهر تنتهي الحالة وتكون بعد الظهر إلى أمطار خفيفة. السرعة يعني الرياح تكون جنوبية شرقية ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة. مدى الرؤية تكون ما بين 3 إلى 5 كيلومتر في حالة المطر. هناك تنسيق مشترك وعمل متواصل مع الدوائر المعنية والساندة في المحافظة والحكومة المحلية والدوائر الخدمية، إضافة إلى مديرية الدفاع المدني وإدارة أزمات الكوارث. اليوم تفضل الأستاذ لقمان رشيدي عضو مجلس محافظة بزيارة دائرتنا دائرة الأنواع الجوية والرصد الزلزالي للاطلاع على واقع العمل وعلى المعاناة اللي تمر بها الدائرة بعد غرق الدائرة بأكثر من نصف متر، يعني نصف متر من المياه.